نروح لاخر محطاتنا لليوم واللي خصصناها طبعا لهندسه الديكور. راح نحكي فيها عن ورق الجدران. طبعا نعرف انه لسنوات طويله كان متصدر المشهد ثم اختفى عن الديكور المنزلي، هلا رجع من اول وجديد ليصدر المشهد مره ثانيه بالديكورات بالوانه المختلفه وطبعا بمزايا ايضا المختلفه لاستخداماته ضمن الديكورات الداخليه. اكيد سلمى، ورق الجدران له جماليه خاصه اليوم، ويمكن كمان حسب التكلفة الناس عم تتوجه لورق الجدران، لانه بنعرف قديش التكاليف اليوم صارت مرتفعه. لنحكي عن هذا الموضوع اكثر مع ضيفتنا المهندسه الديكور نور عيسى. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. خلينا نبلش يعني هذا الغياب الطويل، يعني بنذكر كنا نشوف الافلام والمسلسلات القديمه اغلب البيوت فيها ورق جدران، بعدين فتره طويله رحنا للخشب والحجر ضمن البيت، هلا رجع مره ثانيه ضمن تصاميم البيوت وحتى الشركات. شو السبب عودته المفاجئه اذا فينا نقول؟ السبب العودة تبعه هي انه التكاليف تبعيته قليلة. يعني هلا في عنا نحن انواع ورق جدران تجي غالية ومرتفعة بتضاهي القماش، يعني نحن بدل ما نشتغل تنجيد على الحيطان نكون حاطين ورق جدران بيشبه كثير التنجيد. بنفس الوقت التكلفة تبعيته الخشب صارت تكلفته كثير عالية، فالعالم عم تروح كمان لشيء بديل، حل بديل بيعطي كمان جمالية سهل التغيير. حتى الخشب والحشر وهدول الدرج للفترة الماضية كثير درجات العالم كلها استخدمتها، بعدين صار هيك صارت مثل مملة للعين، فالعالم عم تحاول تروح للشيء الأبسط سهل التغيير، فيعني هي كلها أسباب تخليه يرجع يدرج. هلا صحيح الناس عم تروح للبساطة اليوم ضمن بيوتها، قبل كنا نشوف الحجر والخشب في أوفر أو مبالغة بالديكورات، اليوم كمان الغلاء يعني ارتفاع المواد بتلعب دور كتير أساسي. بس خلينا نحكي عن مزايا ورق الجدران اليوم، يعني كنا نسمع سابقا أنه كل 10 سنين أنا ممكن أغير ورق الجدران، مو مثل مثلا لما بدك تدهني البيت كل فترة بدك تدهني. مزايا ورق الجدران شو هي؟ يعني نحن عم نحكي عن قلة التكلفة، عن وقت كتير طويل ممكن أنا أستثمر هيدا الورق ضمن البيت ما غيره لفترة زمنية طويلة. من اهم مزايا ورق الجدران انه هو سهل التغيير، يعني نحن اذا ركبناه بكل سهوله بنقدر نغيره، تكلفته بنقدر نحن نشتغل على التكلفه، يعني نقدر ناخذ ورق جدران تكلفته كثير بسيطه بنفس الوقت بتعطي جماليه اقل من الدهان، اكيد رح تكون التكلفه. بنفس الوقت يعني نحن ورق جدران غالي، بس مو معناته انه نحن فينا نروح لهذا الخيار دائما. ورق الجدران خيارات متعدده، يمكن في عنا كثير خيارات متعددة، وبنفس الوقت ورق الجدران بما انه هو سهل التغيير، يعني ما في داعي انت تفضي البيت حتى تفوت مثلا ورشة تشتغل وتوسخ وتطلع ريحة بقلب البيت، خاصة اذا كنا رايحين للدهان الزياتي بقلب الشقق فهو بيعطي كثير ريحة قوية. اما ورق الجدران خلال ساعتين زمان بيكون تغير بكل سهولة، هي من اهم المزايا تبعه. مثل ما حكيتي انه قبل كانت العالم عم كتير اوفر بحط الحجر والخشب، كان لانه لفتره معينه دارج وكانوا مفكرينه هو حل يعني جمالي وبنفس الوقت عم بغطي العيوب اللي عنا بتطلع بقلب الشقه مثل الرطوبه وهالقصص كلها، تكتشفوا بعد فتره انه هي ما عم بتفيد، يعني هي بس كتروا ديكورات عجقت ما عادت مريحه للعين، ملوا منها وبنفس الوقت هي ما حلت المشكله تبعهم. فهي من اهم مزايا ورق الجدران انه سهل التغيير، تكلفته ممكن تكون كثير بسيطه، بحافظ على مساحه البيت حتى. صحيح. يعني حتى نحن لما بنقدر نضل نغير فيه ونضل نعمل تجديد بقلب ديكورات بيوتنا بكل سهوله وبساطه بدون ما نكون نطلع من الشقه. يعني نور مثل ما حكيتي يمكن هو له كثير مزايا من ضمنها اخفاء العيوب، يعني بنسمع انه من اهم النصائح انه انت فيك تستخدم ورق الجدران حتى بالاسطح، يعني مو بس باطراف الجدران كمان بالسقف مثل ما بيقولوا فينا نحط ورق جدران وبيخبي عيوب الرطوبه. هل هو اكثر يعني فيه ميزات بهذا الموضوع اكثر من الحجر والخشب؟ بصراحه ابدا، يعني ورق الجدران ابدا ما له حل يخفي الرطوبه ابدا ابدا نهائيا. يعني نحن عندنا ورق جدران يا اما بصير بينفخ بيطلع مثل فيه هيك تنفيخات بنعرف انه وراها رطوبه، ما بيخبي، ممكن تنزل من تحته بودرة ممكن يصير، لأنه نحن بالنهاية ورق الجدران هو عبارة عن رول ونصير نحط نحن حسب طول الرول القطعة بلزق القطعة ونحاول نسكر بيناتهم وما يبين، يعني هذا الفينشينج بيطلع مع المعلم اللي عم بيركب.
هلا ممكن الرطوبه بين القطعه والقطعه يصير تفتح، ممكن تصير تنفخ، فابدا هو ما له حل للرطوبه. ممكن نستخدمه بالاسقف، ممكن نستخدمه بالجدران، هو عباره عن ديكورات سهله التغيير مثل ما حكينا، بس هو السلبيه تبعه انه هو ما بيخبي شيء، بالعكس بصير بتظهر فيه المشكله اكثر. طب خلينا نحكي عن الفتره الزمنيه لوراء الجدران، يعني كل قديش ممكن الشخص يغير ورق الجدران، يعني قديش الفتره الزمنيه طويله؟ لانه نحن عم نحكي عن التكاليف، التكاليف الاقل، يعني الناس بتتجه للحل السريع والتكلفته اقل. المده الزمنيه بتختلف على حسب وضع الشقه، يعني نحن مثلا اذا عندي شقه هي معرضه للرطوبه اكثر بنلاقي ما بلش هيك يقبع طرفه شوي لورق الجدران، نحن هون بنحس انه صار فينا نغير الورق. نفس الوقت اذا ما عندنا هي المشاكل وما عم نعاني منها ممكن نضل عندنا 8 لـ10 سنين وممكن اكثر. ومثل ما حكينا هو سهل التغيير، يعني الواحد زمل من الديكورات بيقدر يغيره، بس انه في مدة معينة لورق جدران لا، هي بترجع على حسب الشقة والوضع تبع الرطوبة وهالعوامل. طيب كمان خلينا نحكي اليوم، ايمت بنقدر نعتمد على ورق الجدران كحل من الحلول، مو بس لسبب التكلفة او انه الفترة الزمنية، وخصوصا هلا عم نشوف في ناس مثل ما قلت عم تعمل السقف كمان، ايمت نقدر نعتبره حل وايمت نقدر نعتبره حل جزئي فقط تجميلي مثلا جدار من جدران المنزل؟ هلا هذا بيختلف على حسب نوع ورق الجدران اللي احنا مختارينه، يعني فلنفرض نحن رايحين لغرفة القعدة، ممكن نحن نختار لون ورق جدران كتير فاتح سادة، ممكن نلبس منه كل جدران الغرفة. اولا بيكون هو ورق جدران مميزاته انه ما بيعلم عليه الوسخ، يعني نحن مثلا اذا طفل مثلا ايده موسخه دغري حط ايده على الحيط ممكن نمسحها بكل سهوله. فيعني له هي الحلول لورق جدران اذا كان كغرفه قاعده. ممكن لا نحن نعمل مثلا حيط واحد مميز، حيط التي في مثلا يكون له نقشه معينه، لون مختلف عن باقي الجدران ليعطي ديكور حلو. ممكن بغرفه النوم مثلا الماستر او غرفه الاهل الحيط اللي ورا التخت يكون هيك مميز، نحن مشان ما نشتغل كثير ديكورات نعمل غرف الاولاد. ممكن كمان نروح لورق الجدران اللي عليه العاب، بس يكبروا بالعمر شوي نغير، يصير نعطي طابع، يعني كل مرحله معينه للطفل نعطيه طابع للغرفه نغير فيه. فورق الجدران ما بيحدد، ما في شيء يحدد انه نحن ليش لازم نختاره، هو حسب الديكور عنا. واهم شيء نحن لما نختاره اذا كان لون غامق ما نكتر بالمساحه، يعني يكون حيط واحد بس نميزه، ما يكون كثير مشان ما يصغر عنا الغرفه. طب خلينا نحكي عن الالوان، اذا بنحكي عن ورق الجدران، ويمكن مثل ما قلتي ميزته انه انا ما فيني مثلا اعبي كل الحيطان، فيني العب مثلا ناس تلعب هيدا الحيط مثلا بده دهان، لا بعمل له ورق جدران. الالوان قديش الى مزايا بتنعكس على مساحه البيت؟ يعني قلتي مثلا ما بدنا كثير غامق، نحن اذا بنروح لغرفه المعيشه بيختلف اللون، اذا بنروح لغرفه الاطفال كمان يختلف اللون. شو هي الالوان اللي بنعتبرها نحن مناسبه وبتلعب دور كمان بمساحه البيت؟ اهم شيء نحن ما نختار الوان غامقه لكل الحيطان، يعني هو اذا نحن مثلا غرفه المعيشه رايحين بالوان الفرش للبيج والبني، هنا هدول اكثر الالوان نحن بنستخدمها ببيوتنا. صحيح. تمام، وبتضل دارجه لهيك العالم بتضل رايح عليها انه ما بتبطل موضه. طب ممكن نروح نحن لحيط مثلا التي في نحط عليه ورق جدران مثلا نروح على اللون البني، او ممكن نروح على اللون الكريمي، ممكن يكون هو بيجي فاتح بس عليه مثلا نقشه معينه فيها هيك رصف الذهبي، ما ضروري يكون كثير قوي، ممكن بس هيك نقشه صغيره على الحيط بتعطي جماليه للغرفه. الالوان كثير بتلعب دور، يعني نحن كل ما اخترنا لون غامق بتصغر المساحه، كل ما فتحنا بتعطي هيك مثل شراحه. شو هي اكثر الالوان الشائعه يعني انتم بتستخدموها؟ اكثر الالوان الشائعه بنستخدمها نحن ان كان ورق جدران او دهان هي البني، البيجي، الرماديات. طبعا كل لون انا عم بحكي عليه له تدرجاته بقى على حسب البني. الفواتح بعتقد مش الغوامق. تمام، البني الفواتح، يعني على حسب نحن لون الفرش بنحاول ناخذ دائما شيء يلبق مع لون درجات الفرش الدرجه. وبنفس الوقت اذا كان في عندنا ديكور بسيط خشبيه مثلا ممكن التي في يونت اللي بتنحط تحت التي في الخشب ممكن يكون شيء كمان يلبق معه. يعني نحن بنحاول يكون نقارب اكثر للفرش وبنفس الوقت يلبق مع الغرفه. طيب قبل ما نختم حديثنا، يمكن ابرز النصائح اللي اليوم تحبي توجهيها لكل اللي عم يتابعنا واللي خصوصا يمكن في عندهم ورق جدران او حابين يستخدموا هالتقنيه ضمن البيت؟ اهم شيء نحن وقت نختار ورق الجدران لازم تكون الحيطان المعجنة منيح، يعني نحن ما فينا يكون مثلا البيت لساته على العظم، او خلينا مو نقول على العظم، على الطينه، يعني تليس على الطينه وبعدين نحن نجي نركب ورق الجدران، هذا الشيء ما نظبط. لازم يكون الحيطان مؤسسه معجنه وبعدين نحن نركب ورق الجدران. يعني هون نحن بعد ما نخلص هالمرحله يا بنروح لخيار ورق الجدران يا بنروح لخيار اللون الدهان، يعني
هي عنا أول شيء. ثاني شيء ورق الجدران وقت بدنا نختاره أهم شيء نعرف قديش عنا الارتفاع تبع الغرفة، نسأل عن طول الرول اللي نحن بدنا نشتريه لما بنركبه، لازم أهم شغلة بالورق الجدران لحتى يعطي جماليته وتقله يكون وقت مركب الرول جنب الرول الوصل بيناتهم يكون يعني ما يبين بشكل تطلع انه تبين كلها مساحه واحده مثل كانه دهان هو. واكيد نحن ما نبعد عن انه نستخدم ورق الجدران لحتى نخفي فيه الرطوبه. اذا حدا عنده ورق جدران وقال مثلا انا ما بدي اغير كل البيت، فيني ركب جزء على جزء ولا لا لازم شيل دائما كل شيء قديم موجود وحط شيء جديد؟ لا اكيد فينا نحن نغير على حسب الموجود عنا، يعني نحن مثل ما حكيت انه اذا كان بس حيط واحد بنغير هذا الحيط ونضل عم نعمل ديكورات فيه ومنغير، يعني سهل هو لانه التغيير وبنفس الوقت مثل ما حكينا انه ما له ريحه، يعني حسب شو انا متواجد عندي شو حسب التكلفه اللي انا حابه احطها كثير عندنا امكانيات نستخدم. اكيد بالختام نتشكرك مهندسه الديكور نور عيسى المهندسه الجميله على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا كلك زو.